السلام عليكم، أنا اسمي خديجة مسيد، أم المرحوم نجيم محفوظ بن الشرقي. مشى المملكة البحرين بعقد عمل مع أحد الفنادق المصنفة، المهنة ديالو تسير الفندقي. في 2013 كان في الدار، جاو عنده جوج ديال الشباب خدامين معاه، خرج معاهم، توجهوا لأحد الفنادق. كانوا جالسين، الولد اللي معاهم مهم كان ناد من الطبلة، تلقى مع شي وحدة في الفندق من بنت الليل. كانوا جالسين، مهم الولد هادوك جوج ديال الولاد، واحد من جنوب إفريقيا وواحد مصري. الولد اللي من جنوب إفريقيا ناد من الطبلة، ومن ملي رجع من موراه جاو ربعة ديال البنات من جنسية تايلاندية على حسب اللي قال لي ولدي، واللي كاين نيت حتى في الملف. جلسوا معاهم، من بعد الولد اللي من جنوب إفريقيا داهم للدار في تاكسي. أنا ولدي كيسكن هو وواحد أخر متوا من جنوب إفريقيا. وحده فيهم كتعترف كتقول راه تلاقى معايا الولد اللي من جنوب افريقيا، وقال لي غادي تمشي معايا للدار من اجل السبب اللي كيقولوا هما راه تمارس علينا بدون رضا. انا ولدي من بعد غادي يمشي هو المصري، توا مشاو غير في تاكسي مع كلهم عندهم شي طوموبيلات، يلا كانوا مشاو خدموا في هذا الوطيل. من بعد كانوا جالسين، البنات طالبوهم بمبلغ مالي، قالوا لهم علاش غنعطيكم هذا المبلغ؟ قال لهم نظرا للجلوس ديالنا معاكم، وهذا الشيء راه كاين في الملف، هذا الشيء اللي غنذكر انا اي معلومه ذكرتها اليوم راها من الملف. من بعد ولدي المهم شي غنهضر عليه باختصار، هذه القضيه ديال ولدي باختصار غير باش نوصل المعلومات صحيحه. ولدي دخل الحمام، خرج لقى جوج ديال البنات خرجوا، بقى غير واحد الولد اللي غادي يعرفوه، هما حتى وصلوا للدار عاد غادي يعرفوه، راه يعني راجل في صفه بنت وهو اللي كيعترف بها، وكيقول له راه الولد اللي من جنوب افريقيا هو اللي اكتشف راني راجل ماشي بنت، هادشي يعني في الورق. ولدي ملي دخل الغرفه ديالو لقى مبلغ تسرق لي، مبلغ مالي تسرق له. ملي خرج قال لهم انا راه مشاو ليا فلوس، قلبهم فتشهم كاملين ما لقى عندهم حتى شي حاجه. البنات خرجوا، حتى العشيه كيتصل به مسؤول من الفندق قال يجي عندنا. ملي مشى لقى الشرطه كيتسناو فيه، اعتقلوه. من لقى البنات والولد اللي حتى هو كان مشى معاهم في صفه بنت في الكوميساريه. انا غادي نهضر على التهمه اللي هاد اللي توجهات له. المهم هذاك ملي وصل ولدي ملي وصل الكوميساريه كيتفاجئ بان البنات كيوجهوا له تهمه ديال الاغتصاب. لا كيوجهوا لهم كاملين. المهم من بعد هذوك الشرطه جابوا دوك البنات معاهم للدار، داروا التفتيش، غادي يلقاو المبلغ اللي تسرق لولدي اسفل الثلاجه. داوه للكوميساريه، الولد اللي كان مع البنات في صفه بنت كيعترف باللي هو من قام بتخبئه المبلغ اسفل الثلاجه. وهذا الشيء راه مذكور في الحكم. صافي. من بعد دازت مده ديال 6 شهور. انا بعدا اولا المهم قبل ما نهضر على الحكم، ملي كان كيتصل بيا ولدي، المهم انا خبرت السفاره ديال المملكه اللي في المنامه باش يدخلوا ويتابعوا مجريات الحكم، وعدوني باش غادي يتابعوا القضيه. من بعد بقيت كنسول ولدي واش حضر معك شي واحد من السفاره، كيقول لي راه ما حضر معايا حتى شي واحد،
وهذا الشيء عندي انا بالادله. راسل تكلمت معاهم عن طريق الهاتف وتواصلت معاهم عن طريق البريد الالكتروني. وهما عاد ما وزاره الخارجيه راه عارفه، راه السفاره على علم، ولكن السفاره نكرات على وزاره الجاليه، راه قالوا لهم راه حنا ما كناش عارفين حتى من بعد الحكم. المهم دازت مده ديال 6 شهور، صدر حكم على ولدي وجوج الشباب اللي معاه، مده ديال 15 سنه نافذه. استنفنا الحكم، تأيد الحكم، المحامي ديال اللي كان كينوب على دوك الشباب، على المصري الولد اللي من جنوب افريقيا، دار النقد، وانا كنت دايره لولدي محامي كينوب عليه. صافي. المهم دخل ولدي للسجن، السجن اللي كان فيه ولدي سميتو سجن جو، كان كيتعرض للمعامله السيئه من لم طرف الشرطه ولا من طرف بعض النزلاء. ولدي توجه بعده شكايات لاداره السجن باش يتنقل من داك المبنى. انا ولدي كان في المبنى رقم 4. في مارس 2015 غادي السجناء اللي محكومين بقضايا سياسيه كانوا كيتعرضوا للانتهاكات، قاموا بواحد الوقفه احتجاجيه داخل السجن، لان هذاك الجناح اللي كان فيه ولدي جناح رقم 4 كانوا فيه الاجانب والمحكومين بقضايا سياسيه وارهابيه، كان فيه خلط. سميتو اداره السجن، واحد يعني واحد العدد كبير ديال الشرطه هجموا على النزلاء بالضرب والقنابل المسيله للدموع، ومن بعد خرجوهم لساحه السجن، نصبوا لهم خيام في ساحه السجن مده طويله، وجردوهم من جميع الملابس ديالهم والاغراض ديالهم. وهذا الشيء راه عندي بالادله، ماشي كنهضر غير هكاك، راه عندي بالادله. ها ما نقدرش نقولها لك دابا، ولكن كنتحمل المسؤوليه، عندي ادله. اول حاجه انا المعطيات اللي غادي نهضر عليها اليوم بخصوص ولدي كنت كنتوصل بها من عند ولدي، ودرت تفريغ المكالمات عن طريق المحكمه الاداريه بطنجة. واو راه عندي، انا نقدر نوريكم دابا الوثائق كامله. ولدي من بعد توجه بعده شكايات لدوات القضيه هذه، واسمح لي دوزوا واحد المده طويله في ساحه السجن، كانوا كينعسوا على الارض. وراه عندي ما يثبت هذا الشيء اللي تنقول، راه كنتحمل المسؤوليه، راه عندي ما يثبت هذا الشيء اللي كنذكر لكم دابا. مده طويله كينعسوا في ساحه السجن بدون غطاء، كانت يعني شرب الماء كان قليل، كذلك التغذيه بدون ملابس، حتى المرحاض حتى هي ما كانتش. انت المهم ولدي اتصل بيا، اتصلت بالسفاره، السفاره ما جاوبونيش. من بعد عاود اتصل بيا ولدي، قال لي راني اتصلت بالسفاره. المهم بقى ولدي على هذاك الحال، حتى مشيت انا لوزاره الخارجيه وطرحت عليهم هذه المشاكل، مشيت عند السيد اللي مكلف بالدوسي ديال ولدي في وزاره الخارجيه، ولا جيت يعني نهضر على كل شيء بالتفاصيل، راه غادي غادي نعم. يعني من بعد ولدي توجه بعده شكايات المدير السجن باش يتنقل من هذاك الجناح. من بعد كما ذكرت ولدي تنقل للجناح رقم 8 في 2017، ردوا الجناح رقم 4 اللي كان كيتواجد فيه من قبل. المهم تما ولدي عانى بزاف، كان كيتحرم من الحقوق ديالو، وبالاخص على المستوى الطبي، كان كيطلب منهم باش يديوه يعني عند الطبيب.
ملي حس هو بشي حاجه، حس باللي راه مريض والصحه ديالو تدهورات. ملي كان في السجن كان كيتعرض للعنف، كان كيتعرض للتعذيب، لسوء التغذيه، كان كيتحرم من العلاج. وكان هو تشير في اخبار السفاره ملي كانوا كيمشيو يزوروه، والزيارات راه كلها كانت بإلحاح مني وبأمر من وزارة الخارجية. شنو قالوا؟ أنا كما ذكرت لك أنا ولدي كان تعرض لجميع أنواع العنف والتعذيب في السجن جو في مملكة البحرين، الدهورات الصحة ديالو. في 2019 ولدي اتصل بيا من المستشفى، قال لي الوالدة أنا راني في المستشفى، راني كنت كنعاني من إسهال حاد، وكنت كنتبول الدم وكنت قيا الدم، وعاد جابوني المستشفى. أنا اتصل بيا ولدي نهار 18 في شهر 2 2019، والخبر ديال الوفاة ديالو نهار 20، كانت نهار 20 في شهر 2 2019. صافي بقى مهم هكاك. انا اتصلت بالسفاره نهار اللي اتصلت بيا ولدي، قال لي ولدي انا راه الطبيب اللي كيشرف على العلاج ديالو، قال له راه يعني هذا الشيء اللي وقع لك يقدر يكون من سوء التغذيه او الاسهال اللي صابك، راه يعني داك الصفائح ديال تخثر الدم ضاع ومابقاوش عنده. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.